طيب مرحبا للجميع. نحن مثل ما قلنا المحطات بدأت العمل اليوم بالجولين من ساعة 9 الصبح. المحطة الأولانية قامت بسوق مسعدي، والمحطة الثانية موجودة هي بكريات حنوخ بالمجل. نطلب من جميع السكان بكافة الأعمار تقدر تتوجه للمحطة هذه مشان فحص الكورونا، ما فيش أي مشكلة، بس بشرط وحيد كل إنسان يجي بالسيارة تبعه، طبعا بيتقيد مع لجان النظام موجودة على المداخل تبع المحطات هذه. بنتمنى من الجميع عن جد إنه تابع مع الارشادات الموجوده واللوحات الموجوده بالكنيسه لكل محطه. بس حب اذكركم شغله وحده، كل ذكاب توصل النتيجه تبعه بعد 48 ساعه طبعا عن طريق الطبيب الشخصي للانسان من كبه تبعه. نتمنى التوفيق والسلامه للجميع.